وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. تحياتي لك أستاذ أكرم. أهلا وسهلا أستاذ أكرم. تسعى الدولة الآن نحو نظم التعليم التكنولوجي الحديث والمعاصر وإنشاء جامعات تكنولوجية كثيرة، كيف ترى أهمية هذه الجامعات وتأثيرها على الطلاب والطلاب الخارجين تحديدا؟ هو طبعا التعليم كله، يعني التعليم الجامعي والتعليم العالي، الدولة بتبذل جهود كبيرة جدا لربطه بسوق العمل وربطه بالبحث العلمي، وهو دايما الرئيس السيسي بيؤكد على فكرة إنه الأفكار هي الأصل، والأفكار دي بتطلع من البحث العلمي والجامعات. والحقيقة الجامعات المصرية على مدى السنوات اللي فاتت خدت خطوات مهمة في إنه يبقى في مش بس أفرع لجامعات أجنبية، كمان الجامعات العريقة زي جامعة القاهرة وجامعة أسيوط وجامعة طنطا وكليات كثيرة حصلت على الجودة العالمية. نعم. الجودة العالمية معناها أنها تعادل الجامعات الكبرى في العالم، بالإضافة إلى زي ما أنت أشرت في الحقيقة جامعات التكنولوجية، الذكاء الاصطناعي، التخصصات المرتبطة بالسوق، التخصصات المرتبطة بالصناعة. كما الرئيس بيوجه كمان أن الشركات والقطاع الخاص وغيره يستفيدوا من هذه الاختراعات. فيوم التفوق الحقيقة مناسبة جيدة لي البحث العلمي للتعليم العالي وباقي التفاصيل المهمة الخاصة بتطوير عملية التعليم. وعلى مدى سنوات الحقيقة الجامعات المصرية والخريج المصري اللي بيسافر بره بيبقى بنفس مستوى الخريج اللي موجود في جامعات كبرى، بما يعني اننا لدينا تجربة تعليم مهمة ونريد ان نطورها اكثر. والاستعادة فكرة البحث العلمي والتطور وغيره، انك انفاق اكثر في البحث العلمي، انك ربط بسوق العمل، ربط بفكرة التخصصات الجديدة وغيره. نعم أستاذ أكرم، تحدث عن نقطة هامة جدا وهي أن الجامعات والمؤسسات المصرية حققت تطورا وتقدما بارزا في التصنيفات الدولية المختلفة خلال السنوات العشر الماضية. تأثير هذا وانعكاسه على نسب مشاركة الطلاب الخارجين في التحاقهم بسوق العمل، لست فقط في الشركات المصرية ولكن أيضا في الشركات الأجنبية. الحقيقه انه المعادلات، واحنا لو حد بيتابع وبيسافر بره وبيشوف وكده، انه بيكتشف انه الخريج المصري لا يحتاج الا معادلات لغه او غيره، وبالعكس في عدد منهم بيبقى بيجيد اللغه بشكل جيد، وبالتالي فبيعادل شهادته واستطيع ان يجد عمل. والعمل النهارده، سوق العمل النهارده لم يعد سوقا محليا ولكنه سوق اقليمي وسوق دولي، يعني يمكن ان يكون هناك بيشتغلوا عبر الاونلاين، بيشتغلوا عبر في خدمات التعهيد، في اللغه، في التخصصات المختلفه، في كمان الجزء العولمه فيما يتعلق ببعض التخصصات زي التكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي والبيولوجي والابحاث العلميه. في عدد كبير جدا من الخريجين المصريين سواء بيروحوا بعثات وبيرجعوا اختباراتهم او بيجدوا فرص مهمه جدا وبيقوموا بدور مهم جدا فيما يتعلق بهذا الامر. البحث العلمي ضروري جدا، والرئيس يمكن في لقائه مع المجلس الاعلى للجامعات مع جامعات مصر كان بيستعرض ده وبيقول انه حلول المشاكل بتجري بالبحث العلمي، ان البحث العلمي مهم جدا للصناعه، مهم لربطه بسوق العمل. استاذ اكرم، راينا توجه الدوله بجهود كبيره نحو تطوير التعليم والجامعات المصريه في الريف المصري، كيف ترى هذا التوجه والى اي مدى من الممكن ان يخدم الطلاب في الصعيد المصري في الفتره القادمه؟ يمكن كنا في بني سويف وفي المنيا قبليها. في بني سويف كان في جامعه مهمه جدا، جامعه بني سويف، وهي جامعه اهليه مهمه جدا ومتطوره وفيها مناهج وفيها كليات حديثه وفيها انفاق عالي جدا على معامل، على البحث العلمي، على غيره. وجود جامعات في كل محافظات مصر، يعني تقريبا عدد الجامعات اللي تم اقامته خلال 10 سنوات اللي فاتت من عامه الى اهليه الى خاصه عدد كبير جدا تغطى محافظات مصر. محافظات الصعيد على مدى السنوات كان فيها جامعه او اثنين، النهارده بقى كل محافظه فيها جامعات عامه وفيها جامعات اهليه ايضا يمكنها استيعاب عدد من الطلاب. وهذه الجامعات ليست مجرد جامعات او مباني، لكن كمان بتدرس المناهج الحديثه، بتحرص على الجوده، بتحرص على الاعتماد الدولي والاعتماد الداخلي المحلي. كل دي نقاط مهمه في هذا السياق يعني. لكن كيفية استفادة الطالب الجامعي سواء في الريف المصري أو الجامعات الموجودة هنا في القاهرة من النظم التعليمية الجديدة في الجامعات الأهلية التي تهتم الآن بالنظم التعليمية المعاصرة والحديثة؟ بالتأكيد هي مش بس الريف، زي ما احنا بنقول طالما في المحافظات جامعات مهمة في الصعيد أو في الوجه البحري أو في غيره، في جامعات أهلية وفي جامعات حديثة،
طبيعي انه التلميذ او الطالب بيستفيد بشكل كبير، والبحث العلمي بيطوره. ويمكن شفنا خلال الاستعراض زي مثلا جامعات زي طنطا او جامعات زي الصعيد، الطلاب فيها بيشاركوا البحثين العلمي في مسابقات مهمه جدا في البحث العلمي، والدوله ممكن الرئيس وجه اكثر من مره بوجود مسابقات، ووجود مسابقات للابحاث ودعم الابحاث الحديثه. ففي الريف او في المدينه اولا ده بيفتح الباب لمشروعات صغيره ومتوسطه، استفادت هذه المشروعات من ناحيه. الامر الثاني بيفيد بالتاكيد الصناعه، بيفيد كمان انه اولاد الطلاب يمكن ان يطوروا مجتمعاتهم. شفنا في طنطا ازاي داخلين في حياه كريمه، او داخلين في انتاج. يمكن هذا التوجه الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط طلاب جامعه طنطا بمبادره حياه كريمه ايضا. بالضبط، وفي الصعيد بنجد ده. فهذه المبادرات والتطوع وغيره بيربط بين الدراسه وبين الواقع، وكمان يبقى في مناهج، المناهج الحديثه مهمه، وايضا ربط هذه المناهج بالبيئه الموجوده، بسوق العمل، بالامكانات. كل محافظه في مصر ممكن يبقى ليها امكانات، في محافظات ربما بحريه اكثر تحتاج الى الابحاث في علوم البحار والصيد والمزارع السمكيه وغيره، في محافظات تقترب بين الارض والصحراء تحتاج زراعه اكثر وغيره، كله بيحتاج الطب والصيدله والعلوم. كل هذه التخصصات وجودها بشكل كبير اولا بيوفر فرص عمل، ثانيا بيربط هذا التعليم بالبيئه وبالمجتمع من حوله وبتطويره، والعالم كله تطور بالابحاث المختلفه وبالبحث العلمي، مهما كان بسيطا فانه تراكمات هذه الابحاث بتطور المجتمع بشكل كبير. لكن كيف يمكن ان تبني شخصيه الطلاب هذه المبادرات واشتراكهم والحاقهم بها؟ الوعي بالتاكيد، يعني الوعي مهم جدا في هذا الامر. وهذا الوعي يعتبر دور رئيسي جدا فيما يتعلق من جزء الجامعات. ممكن جامعات كثيره اصبحت بتدخل في المناهج، ممكن بجانب المناهج العلميه بيبقى فيه الفلسفه والمنطق وعلم النفس والبيئه والمجتمع. هذا الوعي بيربط اولا البحث العلمي بالمجتمع من ناحيه، وايضا الحقيقه بيربط الطلاب نفسهم بما يتطلبه هذا المجتمع. وعيهم بيضاعف من قدرتهم على التفاعل مع هذا الامر. والجزء الاخر الحقيقه بيبقى فيه السياق العام اللي موجود فيما يتعلق بربط هذا المجتمع بالابحاث العلميه وبالدراسات وغيرها. رأينا شراكات عديدة تقوم بها الدولة المصرية بين الجامعات المصرية وأيضا الجامعات الدولية، كيف ترى هذه الشراكات وأهميتها بالنسبة للطلاب الخريجين المصريين؟ مهم جدا لربط الأفكار والمناهج، وطبيعي أنه قضية ربط التعليم بسوق العمل وأصبحت قضية بتشغل العالم. وما بنسافر بره الحقيقة بنكتشف قد إيه هذه الجامعات بناخد دي، يعني بتبقى حريصه على انها تطور مناهجها وتطور وجودها وتربط وجودها بال ما يجري في المجتمع وسوق العمل وغيره. فطبيعي انه وجود افرع لجامعات كبرى دوليه كبرى ذات سمعه كبيره في مصر مهم، وهذه الجامعات تبادل الخبرات وتبادل المناهج والتطور اللي موجود مهم ايضا في ربط المناهج وفي تطوير هذه المناهج. ربط المناهج بالنظم التعليمية الحديثة والمعاصرة، وأيضا هناك شراكات وهناك أفرع كثيرة للجامعات الدولية في مصر، إلى أي مدى من الممكن أن تخدم هذه الشراكات والجامعات ووجود أفرع لها كثيرة في مصر في تعليم وجودة التعليم المصري؟ الشراكات المختلفة بين الجامعات أولا في تبادل خبرات، وفي نفس الوقت تبادل الخبرات ده بينقل، اولا احنا بننقل خبراتنا للخارج، والخارج بينقل خبراته لينا، وزي ما احنا بنشوف كل تطور في المناهج بناخده احنا. واصبح في انفتاح عالمي وفي ثوره معلومات كبيره وفي اطلاع واضح على الابحاث وغيره. كل دي الحياه بتعمل ده، والشركات والافرع الجامعات الاجنبيه في العاصمه الاداريه او في الجلاله او في غيره، الحياه مهمه جدا في هذا السياق. بعد وجود الجامعات التكنولوجية والنظم الحديثة، كيف ترى مستقبل التعليم المصري في الوقت الحالي؟ أعتقد مستقبل مهم جدا فيما يتعلق بده. يعني أنه التعليم هو أساس نهضة أي مجتمع. أظن أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مكان بيحرص على توجيه الطلاب انهم يختاروا اولا
مناهج حديثه ويختاروا الافكار اللي تقدر تقدمهم للمجتمع وتبقى قريبه من سوق العمل، وفي نفس الوقت بيبقى حريص على انه يبقى فيه بعثات وغيره تساهم في هذا الامر. فهنا الحقيقه هذا الربط، وهذا الربط بالمجتمع، وفي مبادرات مهمه جدا حتى في الصناعه زي ابدا او غيره بتستفيد من البحث العلمي. في نفس الشيء فيما يتعلق بالربط المناهج بالشكل اللي تناسب المجتمع، بمعنى انه في مبادرات قلنا زي ابدا، في مناطق تتطلب ابحاث زراعيه وابحاث في الصحراء والتربه وغيره، ازاي نقدر نزرع في الاسطح في الشوارع يبقى في تشجير ما تستهلكش ميه، ازاي نوفر الميه، يبقى في ابحاث مرتبطه باعاده تدوير المخلفات وغيره، كل ده مهم جدا. اكيد. استاذ اكرم وحضرتك رئيس مجلس اداره اليوم السابع، ما هي المتطلبات التي تحتاجها المؤسسه او غيرها من المؤسسات الكبيره حتى يتم التحاق الطالب او الخريج بها؟ لا بالتأكيد احنا بنفتح الباب لده بشكل كبير، وفكرة ليس الحديث عن مؤسسة اليوم السابع بالتحديد، ولكن انا بتحدث بشكل عام على المؤسسات الكبرى. لا طبعا اعتقد انه المؤسسات الكبرى كلها بتفتح الباب، بس احنا عارفين انه النهارده حتى يعني بنضرب المثل بكليات الاعلام مثلا. كليات الاعلام اصبحت بتاخد تخصصات، اصبحت كان في وقت الصحافه والتلفزيون، اصبح النهارده الصحافه الشامله والتخصصات الشامله على سبيل المثال، بقى في تداخل بين الصحافه او بين الاعلام وبين تخصصات مختلفه زي الجرافيك والديكور والسينما والمسرح والدراما. الكليات العلوم اصبحت ذات ضروره، كان مهمله في السابق، اعتقد دورها مهم جدا الان في ده. النقطة اللي أشرت إليها من المؤسسات، القطاع الخاص نفسه والمؤسسات الكبرى والمصانع والشركات في العالم كله بتدعم البحث العلمي وبتستفيد منه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع.